في القاهرة ينظر البرلمان العربي في مسودة مشروع قانون استرشادي عربي موحد لعقوبة الإعدام، والذي يأتي تفعيلا لمقترح تقدمت به ممثل مملكة البحرين في البرلمان العربي سعادة الأستاذة دلال الزايد عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي. ويهدف المقترح إلى ضمان سلامة تطبيق القانون من الناحيتين الإجرائية والموضوعية، إلى جانب بسط رقابة القضاء مع الحرص على السيادة الوطنية للدول العربية. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة الأستاذة دلال الزايد عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي. أستاذة دلال، بعد التحية لو نتعرف أكثر على مضمون هذا القانون ودوركم في إعداده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا القانون الاسترشادي جاء كمشروع يتضمن من 21 مادة مقسمة على 5 فصول رئيسية، وصراحة قمت بإعداده بناء على تكليف من البرلمان العربي في الجلسة العامة السابقة، وأردنا أنه يتضمن يعني أهم الضمانات والحقوق في سبيل تقرير العقوبة في الإعدام المقررة في جرائم معينة، وتركنا للدول العربية في تشريعاتها أن تأخذ بتلك الأحكام على ضوء ما تنتهجه في السياسة العقابية وأيضا في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية. القصد منا هو أيضا إحنا نستهدف سلامة تطبيق القانون يكون من ناحيتين إجرائية وموضوعية، فتناول طبعا الجرائم المقررة عقوبتها الإعدام، بينا ما هي الجرائم اللي تقريبا تناولناها على ضوء التعديلات وأيضا التطورات في التشريعات ذات الصلة في العقوبات. أخذنا 3 مراحل فيه، اللي هي مرحلة التحقيق ومرحلة أثناء المحاكمة وما بعد صدور الحكم اللي هي آليات التنفيذ والحق في الاستئناف والطعن. نعم أستاذة دلال، كما تفضلت بأنه تم النظر لهذا المشروع خلال انعقاد اجتماع لجان البرلمان العربي حاليا في القاهرة، فما هي الخطوة اللاحقة لهذه الخطوة؟ طبعا الآن أصدرت اللجنة التشريعية أثناء نظر المشروع وعرضه على البرلمان أنه راح يتم الآن رفعها إلى البرلمانات الوطنية في الدول العربية وأيضا للجهات المعنية في الدول العربية للأخذ إذا كان عندهم أي مرئيات أو ملاحظات بشأنه، على أساس إذا لم تكن هناك أي ملاحظات أو مرئيات سيتم إن شاء الله اعتماده ورفعه لجامعة الدول العربية. نعم، من القاهرة سعادة الأستاذة دلال الزايد عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، شكرا جزيلا لكِ.